بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. من أرضية ميدان الشحانية نرحب بكم أينما كنتم عبر هذا النقل الحي والمباشر على قناتكم قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الأحداث وهذه التحديات من أرضية هذا الميدان، ونرحب بجميع من حضر وتواجد معنا في هذا الميدان للحضور والتواجد وأيضا لمشاهدة هذا الحدث والمشاركة فيه، فأهلا ومرحبا بالجميع. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شاهدنا وإياكم الشوطين الأولين. شاهدنا الشوطين الأولين وشاهدنا الشوط الأول للحول، كان من نصيب مزون المملوكة لحسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل من انتزعت الشوط الأول لسن الحيل في هذا الصباح، بينما أتى أيضا الحنيش في أول هذه الأشواط في الفترة الصباحية، ومع الشوط المفتوح مع سن الزمول المملوك لمحمد بن سعد بن جابر آن نابت المري. إذا نهني ونتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين معنا بالأشواط الأولى في هذه الفترة الصباحية، وهذا هو شوطنا الثالث، لا يقل إثارة ولا أهمية عن هذه الأشواط الماضية. نبدأ مشاهدينا ومستمعينا الكرام لنتعرف وإياكم على ما يحدث وما يسير هنا في قلب هذا الميدان، ونبدأ مع المركز الأول من هذه الهجن المشاركة معنا في هذا الشوط البداية والمقدمة. هنا مشاهدينا الكرام مع أبابيل تحمل شعار ممثل الخور الدائم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، مع أبابيل مع المركز الأول ومع المقدمة التضمير والمتابعة مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني. يصل هنا شعار غانم بن منصور السيف الخيارين، ولكن هذا هو شعار منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين على ظهر عسيلة من تواجدت واحتلت المركز الثاني في هذه اللحظات. ننتقل إلى شعار هجن التحدي، هجن التحدي مع المركز الثالث، تعود ملكيتها لهجن التحدي، هذه هيبة أو هي من تتواجد على مستوى المركز الثالث لهجن التحدي. ننتقل للمركز الرابع، ومن تحتل المركز الرابع هنا تشريف، تعود ملكيتها لمحمد بن علي بن حمد الجذنة من يأتي ويحتل المركز الرابع. ننتقل للمركز الخامس، يبدو لي هذا شعار بالأسود من الجانب الأيمن، من الجانب اليمين تتواجد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. تتواجد مشاهدينا الكرام منحاف، نعم هذا هو شعار بالأسود، شعار العنود الذي صال وجال في جميع الميادين، وها هو هنا يحمل وتحمله منحاف بكل عز وافتخار عبد الله بن سعيد بن محمد بالأسود المري من يتواجد مع منحاف مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى في نداءنا الأول، للمراكز المتقدمة التي يسمح لنا بالنداء عليها والإذاعة لها. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى شعار الخور وشعار ممثل الخور الله ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المقدمة ومع الصدارة مع أبابيل هنا تحتل المقدمة من بداية هذا الانطلاق وحتى هذه اللحظات. هذه أبابيل مع شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المقدمة والصدارة بينما تأتي وتحتل المركز الثاني. يأتي شعار هجن التحدي مع هي من تحتل المركز الثاني بشعار هجن التحدي والمركز الثالث.
المركز الثالث هنا مع عسيلة مع منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، شعار صائد الرموز من يتواجد على المركز الثالث. ننتقل للمركز الرابع، التواجد من تشريف محمد بن علي بن حمد آل جذنة من يأتي ويحتل المركز الرابع. الدور والنقلة عند المركز الخامس، المركز الخامس يأتي التعزيز من شعار ممثل الخور على مستوى المركز الخامس من غيرت واحتلت المركز الرابع. هذه بدا وصلت هنا تحتل المركز الخامس، تعود ملكيتها لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. هذه نتيجتنا للمرة الثانية على التوالي للمراكز الخمسة الاولى المتقدمة. نعود الى مقدمة هذا الشوط ونعود الى ابابيل من تحتل المركز الاول من البداية وحتى هذه اللحظات، وهي المسيطرة مشاهدينا الكرام على مقدمة هذا الشوط. هذه أبابيل من تتواجد على مقدمة هذا الانطلاق. أبابيل أبابيل أبابيل، الله يا أبابيل، الله عليك يا ممثل الخور الدائم مع أبابيل ومع شعار أبابيل. هذه أبابيل تنطلق بانطلاقة الكبار، تنطلق بانطلاقة الفوز هنا مع المركز الأول. أبابيل تعود ملكيتها لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المركز الأول، بينما شعار هجن التحدي هنا على أرضية ميدان التحدي مع هيا من تأتي وتحتل المركز الثاني. لا تعود ملكيتها لهجن التحدي بينما تأتي وتحتل المركز الثالث. تتواجد عسيلة لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، بينما ننتقل وإياكم إلى المركز الرابع ومن تتواجد يأتي شعار ممثل الجريان. الله يا شعار انقرة، يصل شعار انقرة صاحبة السيف مشاهدين الكرام في دولة الكويت الشقيقة، سيف أمير دولة الكويت هنا مع هذا الشعار، شعار الجريان عندما انتزعته انقرة في الليلة قبل البارحة. نعم، مع شعار الجريان ومع مضمرها سعيد بن بطي الزعبي. نعم، هذه أنقرة أو هذه مشاهدين الكرام أركية تأتي هنا مع شعار الجريان. علي بن حمد بن خليفة العطية من يتواجد مشاهدين الكرام مع أركية تتواجد وتحتل المركز الرابع، بينما ننتقل وإياكم إلى المركز الخامس. المركز الخامس الوصول والتقدم هنا من شعار الخيارين من الجانب الأيمن يبدو لي. يا سلام يا سلام يا سلام، يبدو لي مشاهدينا الكرام هذا شعار الخيارين. المركز الخامس تتواجد مشاهدينا الافاضل الفائزه. نعم، هذا مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين من يتواجد مع الفائزه على مستوى المركز الخامس. الله، هذه النتيجه، تغيرت الاسماء ووصلت الاسماء واسماء لم يحن موعد دخولها حتى هذه اللحظات، اسماء كبيره لم يحن موعد دخولها في عالم الاذاعه حتى هذه اللحظات، أسماء تحمل لقب السيوف أيها الإخوة في جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. يا سلام، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. شعار ممثل الخور الدائم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع أبابيل. أبابيل 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 هنا مشاهدين الكرام، هنا تريد أن تبعث السلامات الصباحية إلى أهالي الخور ومحبين الخور والساكنين في الخور والمحبين لهذا الشعار الكبير. الله الله الله، 1500 متر يا ناصر يا بن عبد الله، يا ناصر يا ناصر،
المنتصر يا ابن عبد الله يا ابن احمد يا المسند ويا محمود يا محمود يا ابن محمد يا ابن سالم يا الوهيبي يا سلام 1500 متر وصلوا هالطلايب يا محمود. يصل هنا مشاهدين الكرام شعار صايد الرموز هو اول الواصلين على مستوى المركز الثاني. هنا مشاهدين الكرام مع عسيلة منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين له حق المنافسة وله حق أيضا التميز بتاريخه وسجله الحافل. بينما الوصول هنا من شعار هجن التحدي، شعار هجن التحدي على المركز الثالث مع هيا هنا مع المركز الثالث. هجن التحدي هي المالكة ولكن شعار العنود، شعار بالأسود، شعار العنود، شعار العنود مع منحاف، مع منحاف. يلا يا راعي منحاف، يلا يا عبد الله يا ابن سعيد يا بالأسود مع منحاف هنا مع المستوى المركز الثالث. المركز الرابع يصل هنا شعار المطوع مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيرين مع الفايزة. والمركز الخامس مشاهدينا الكرام اسم جديد هنا العنود سعيد بن عبيد بن سعيد برشدان. الله الله نعود وإياكم إلى أبابيل، أبابيل أبابيل اللي ما طاعت تسلم المقدمة، ما طاعت تسلم المقدمة مع البروفيسور في التضمير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الله يا سلام أبابيل 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 هنا في المرصاد من يريد المنافسة، فأبابيل له في المقدمة، أبابيل له في الانتظار. هذه أبابيل سلام يا الخور، سلام سلام يا ممثل الخور الدائم، يا عبد الله يا ناصر يا ابن عبد الله يا ابن احمد يا المسند. اسعد الله صباحك يا راعي النواميس، اسعد الله صباحك يا ممثلنا دائما وابدا في المحافل الخارجيه، اسعد الله صباحك يا عناصر يا ابن عبد الله يا ابن احمد يا المسند على هذا الناموس. وبدون اي تعليمات بينما تصل هنا على المركز الثاني عسيلة لمنصور بن محمد بن منصور الخيرين المركز الثالث. تصل من حاف لعبد الله بن سعيد بن محمد الأسود المركز الرابع. الوصول على المركز الرابع من الدوحة محمد بن طالب بن عقيل المركز الخامس. تصل على المركز الخامس بدأ لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. إذا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل ناخذ التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام. أبابيل تقطع المسافه 12 دقيقه 45 ثانيه جزئين من الثانيه بدون اي تعليمات. تهانينا والناموس لممثل الخور الدائم ناصر بن عبد الله بن احمد المسند على فوز أبابيل وتحقيقها بهذا الناموس المستحق المركز الثاني. تصل عسيله تقطع المسافه في 12 دقيقه 46 ثانيه خمسه اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك عسيله منصور بن محمد بن منصور الخيارين. أما المركز الثالث فوصلت هنا من حاف تقطع المسافة في زمن وقدرة 12 دقيقة 53 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك من حاف عبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود. تهانينا والناموس لجميع